أهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان في هذه التغطية العاجلة. بنتابع معاكم آخر التطورات الخاصة بسد النهضة، ودعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة، مشيرة إلى أن القرارات المقبلة ستكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة. وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي مع احتياجات التنمية في إثيوبيا من خلال مفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي. وأشار البيان إلى المناقشات التي أجراها المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمن مع القادة في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، موضحا أنه يمكن التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي وسلامة وتشغيل السد مع احتياجات التنمية في إثيوبيا من خلال مفاوضات جوهرية وموجهة نحو النتائج بين الأطراف، وذلك في إطار قيادة الاتحاد الإفريقي والتي يجب أن تستأنف على وجه السرعة. أضاف أيضا فيلتمن وقال: نعتقد أن إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقع عليه الأطراف وبيان يوليو 2020 الصادر عن مكتب الاتحاد الإفريقي أسس لمهمة في هذه المفاوضات، والولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة. واستكمل البيان: سيعود المبعوث الخاص إلى المنطقة في وقت قصير لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة نيابة عن الرئيس بايدن والوزير بلينكن. وأوضح البيان أن القرارات التي ستتخذ في الفترة المقبلة بشأن سد النهضة سيكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة. وفي سياق آخر أعرب البيان عن قلق واشنطن العميق إزاء تصعيد الاستقطاب السياسي والعرقي في إثيوبيا، وأكد البيان أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لضمان وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي وتقديم المساعدات ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان. وأشار البيان أيضا إلى أن فيلتمن أكد للرئيس الإريتري ضرورة سحب القوات الإريترية من إثيوبيا على الفور. وكان المبعوث الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمن كان انتهى من جولة بالمنطقة أمس الخميس، حيث زار مصر وإريتريا والسودان وإثيوبيا في الفترة من الرابع وحتى 13 من مايو الجاري. وقد أكمل المبعوث الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمن زيارته الأولى للمنطقة كمبعوث أمريكي خاص للقرن الإفريقي، حيث سافر إلى مصر وإريتريا والسودان وإثيوبيا في الفترة من الرابع حتى 13 من مايو. وأكد فيلتمن أن القرن الإفريقي أصبح في نقطة انعطاف كبيرة، والقرارات التي ستتخذ في الأسابيع والأشهر المقبلة سيكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة وكذلك على المصالح الأمريكية. هذه كانت آخر التطورات الخاصة ببيان الخارجية الأمريكية بشأن آخر التطورات الخاصة بسد النهضة، وبالتأكيد نتابع مع حضراتكم أول بأول كل التطورات والأخبار العاجلة في هذا الملف. شكرا جزيلا لكم كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان على متابعتكم في هذه التغطية، وإلى اللقاء.